ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم الجديد. ولا نوفيكم بمصاريف الكلية الكندية الدولية CIC وتنسيق القبول 2022-2023. مصاريف الكلية الكندية الدولية يوجد كثير من التساؤلات حول جودة التعليم بداخل هذه الجامعة والمصاريف، حيث أخذت هذه الجامعة شهرة كبيرة بمجرد افتتاحها في مصر. مصاريف الكلية الكندية الدولية، تختلف المصاريف حسب الكلية التي يرغب الشخص بالدخول إليها، حيث تكون مصاريف كلية الهندسة في فرع القاهرة الجديد حوالي 53,000 جنيه، ولكن هذا المبلغ لم يكن شامل جميع المصاريف، ولكن يوجد مصاريف أخرى مثل 2,000 جنيه، وطلب الالتحاق داخل الكلية يكون حوالي 500 جنيه، واختبار تحديد المستوى 500 جنيه، واختبار العمارة لطلبة هندسة 800 جنيه. أما في حالة اختيار الشخص لقسم إدارة الأعمال فتكون المصاريف داخل الجامعة الكندية محددة وقليلة جدا، حيث تعتبر من الجامعات الخاصة الغير مكلفة. مصاريف كلية إدارة الأعمال الكندية الدولية حوالي 35,000 جنيه، تكون شاملة مصاريف الطالب، ولكن يوجد متطلبات أخرى ومصاريف أخرى 2,500 جنيه، وطلب الالتحاق 500 جنيه. وفي هذا يتم استجواب الطالب عن سبب اختيار هذه الجامعة، واختبار تحديد المستوى 500 جنيه حتى تتأكد الجامعة أن هذا الشخص مستواه التعليمي جيد للدراسة وبذل الجهد. أخيرا، كلية الإعلام الكندية الدولية التي تم افتتاحها قريبا تبلغ المصاريف حوالي 27,000 جنيه، كما أنه يوجد مصاريف أخرى حوالي 2,500 جنيه، ويوجد طلب الالتحاق 500 جنيه، واختبار تحديد مستوى حوالي 500 جنيه. مصاريف الكلية داخل فرع زايد، مصاريف الكلية الكندية داخل فرع الشيخ زايد في قسم الهندسة تبلغ حوالي 42,000 جنيه، ومصاريف أخرى تبلغ حوالي 2,500 جنيه. كما يوجد أوراق أخرى مثل طلب الالتحاق تكون تكلفته حوالي 500 جنيه، واختبار تحديد المستوى 500 جنيه. بالإضافة إلى ذلك يوجد اختبار خاص بطلبة الهندسة يسمى اختبار العمارة، يكلف حوالي 800 جنيه. كما يوجد كثير من الكليات الكندية داخل فرع الشيخ زايد مثل كلية إدارة الأعمال تبلغ المصاريف حوالي 15,000 جنيه، كما يوجد مصاريف أخرى يتم دفعها حوالي 2,500 جنيه، وأوراق أخرى ينبغي تسليمها مثل طلب الالتحاق داخل الكلية يكلف 500 جنيه. بالإضافة إلى ذلك هناك طلب تحديد المستوى يكون بمبلغ 500 جنيه. في النهاية نكون قد توصلنا إلى معرفة مصاريف الكلية الكندية الدولية، كما أننا نكون قد توصلنا إلى معرفة كل ما يخص هذه الجامعة وفوائدها. وبذلك وبهذا قد أوفيناكم بمصاريف الكلية الكندية الدولية CIC وتنسيق القبول 2022-2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعم البلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.